ويلكم تو كارديو اليكس 19. احنا معانا النهارده الدكتوره دينا عبد السلام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. ودي بليز انتروديوس يور سيلف. ام دكتوره دينا عبد السلام مصطفى. ام ليكتشر كارديولوجي طنطا يونيفرسيتي, سبيشالست ان بيدياتريك كارديولوجي. اوكي دكتور, دو يو هاف اني سيشنز ذس يير؟ Yes, I have a lecture tomorrow. It's about the tricuspid valve. The forgotten is now remembered. Only the past years, tricuspid valve was referred to as ignored or orphan disease. But nowadays, it proved to be very important and very critical to diagnose it early and to intervene early when there is left-sided heart disease, because if we lift it without intervention, complications come soon, even if it's not reaches a severe degree. So I'd like to shed some lights on this topic because I think it's very critical. Okay. Dr. كنا عايزين نعرف ايه هي عيوب القلب الخلقية. عيوب القلب الخلقية احنا عندنا بنقسمها ل two categories كبار, cyanotic و asyanotic. طبعا ال cyanotic congenital heart disease بتبقى واضحة جدا, الطفل اول لما يتولد اهله وامه بيلاحظوا ده, فبسرعة بيكشفوا بسرعة بيتشخص, وده طبعا الحمد لله بيبقى احسن, البروجنوزس بيبقى احسن للطفل كل ما بتشخص بدري يتحول سواء لقسطره او لجراحه وتعالج بدري, ده بيبقى افضل طبعا. الاي ساينوتيك كونجنتال هارت ديز عندنا زي الاي اس دي, الفي اس دي, البي دي اي, الحاجات دي كلها بتبقى يعني ما بتبقاش البيشنت بيبقى ساينوتيك, فممكن التشخيص بتاعها بيبقى ليت شويه. طبعا ده بيعتمد على ذكاء الام ان هي تلاحظ بسرعه وان هي تريفير على طول للكارديولوجيست يعني. فعند الموضوع دلوقتي اسهل كتير في مصر يعني, انا ملاحظه بفضل الله ان الحالات بتتشخص بسرعه, وده ناتج ان التوعيه بتبقى اعلى و الامهات بيلجأوا على طول ان هم يكشفوا على اطفالهم وبيتشخصوا بسهوله بالايكو لو هيعمل سي تي او ام ار اي, وبيتحول على طول لقسطره يجرح على حسب يعني التشخيص دلوقتي بقى سهل. التشخيص بقى سهل جدا دلوقتي, والمانجمنت كمان في مصر دلوقتي بقى فيري ادفانسد يعني على مستوى عالمي يعني, عندنا حالات كتير جدا بنتعامل معاها بالقسطره, والجراحه كمان متوفره وموجوده لمعظم الحالات. ونسبة الشفاء من عيوب القلب الخلقية حاجة, هي الشفاء دي يعني ممكن نقول نسبة نجاح يعني نجاح البروسيجر نفسه يعني, بنقفل الحمد لله اس دي بسهولة, بنقفل في اس دي بسهولة, بالفولو اب النتائج بتبقى هايلة, والطفل بيكمل حياته عادي يعني بنسبة كبيرة يعني بنسبة كبيرة جدا. ميرسي جدا يا دكتور, كنت سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنة دي في كارديو اليكس. ميرسي, شكرا.